بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، مثل ما تلاحظون يوجد هنا فصائل كثيرة جدا من المحار الأسود اللي يعيش في الخليج العربي بنسبة كبيرة جدا، وهي صغيرة جدا. طبعا هذه العينة قديمة جدا، عبارة عن مرجان بحري من أحد الصخور المرجانية الحيوية. طبعا يوجد هنا حفريات مثل ما تلاحظون، عبارة عن ديدان مجهرية وفصائل من الديدان والأنسجة وبقايا المخلوقات المتواجدة في هذه العينة مثل ما تلاحظون. هنا يوجد حفريات أيضا محار متحجر، ويوجد هنا بقايا المخلوقات البحرية المتواجدة في هذه العينة مثل ما تلاحظون. طبعا كل العينة عبارة عن مرجان، طبعا هذه صخرة مرجانية وعليها بقايا المخلوقات المنقرضة المتواجدة مثل ما تلاحظون. كل هذه الخطوط عبارة عن مخلوقات متحجرة وديدان متحجرة، والأسود عبارة عن فصيلة من فصائل المحار لونها أسود. طبعا بعد دراسة هذه العينة لقينا ميكروبات وطفيليات متواجدة فيها مثل الديدان وخلايا طحالب وبكتيريا وفصائل كثيرة من الفطريات، وممكن تلقى طفيليات كثيرة جدا في هذه العينات. وأنا أشجع الباحثين بدراسة هذه العينات لأنها ممكن تلقى حفريات كثيرة جدا مثل ما تلاحظون. راح نقربها. الأسود عبارة عن محار مثل هذه، أحد المخلوقات البحرية التي تكثر فوق يعني الصخور أو المرجان أو غيرها من المناطق. أيضا في السلاحف ممكن تعيش هذه المخلوقات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات كثيرة جدا وتفصيل أكثر.